رجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين معاكم فقراتنا في نهارك سعيد. زي ما قلنا في بداية الحلقة، نسبة الفقر في مصر ما زالت كبيرة جدا. عدد المواطنين المصريين اللي تحت خط الفقر لسه عدد كبير جدا. فكرة العطاء والمساعدة بالنسبة لهم مهمة وشيء أساسي وبيعتمدوا عليه أحيانا اعتماد كلي، بس إزاي المساعدة دي تقدم لهم؟ إيه الشكل المفترض أن هم يحصلوا فيه على مساعدة؟ إزاي ممكن يعني ينتج عنه أكبر فايدة لكل مواطن بيتم مساعدته؟ ده اللي هنعرفه أكتر النهاردة من ضيفنا دكتور أحمد مجدي محمد، هو المتحدث الرسمي لمبادرة ألف حياة. صباح الخير. صباح النور. أهلا بحضرتك. الحمد لله. يعني قبل ما نبتدي عن أي حاجة، عايزة أعرف معلومات أكتر على ألف حياة. هي ألف حياة ديت فكرة تابعة لمؤسسة صمار حياة مصر، وإن الفكرة طلعت لما نزل تقرير التعبئة والإحصاء بتاع سنة 2015، إن نسبة المصريين اللي تحت خط الفقر في مصر 26%، يعني حوالي ما يزيد عن 23 مليون مصري تحت خط الفقر. فاحنا بدورنا كصناع حياة وهدفنا التنمية كنا بنفكر ايه الحاجات او ايه دورنا او واجبنا تجاه حاجة زي كده، وايه اللي احنا نقدر نقدمه بحيث ان هو يقلل او يحجم خطر مشكلة الفقر في مصر. انا بقول تعريف لتحت خط الفقر يعني ايه؟ يعني هو مش بيلاقي قوت يومه، يعني مش بيلاقي ان هو يصرف على اولاده، مش بيلاقي ان هو ياكل، مش بيلاقي ان هو يشرب، مش بيقدر ان هو يوفي الاحتياجات الفسيولوجيه الطبيعيه اللي هو محتاجها. وكنا احنا من خلال الف حياه عايزين نقدم مقترح مبسط لحل مشكله الفقر في مصر، وان احنا واحنا بنفكر في المقترح دوت بنقول ان احنا علشان نقدر ان احنا نحل مشكله الفقر في مصر محتاجين ان احنا نغير في الانسان نفسه. وعلشان نغير في الانسان نفسه، التغيير ده مش هيكون بان احنا نديله مبلغ من المال او نديله شنطه في رمضان او نديله لبس. كل الحاجات دي هيجي عليها وقت ويخلص. بالظبط، كل الحاجات دي هيجي عليها وقت وتفنى ويرجع تاني فقير زي ما هو. لكن التغيير الحقيقي ان انت تنزل لمستوى الانسان دوت وتدرس متطلباته وتدرس احتياجاته، وده اللي احنا عملناه علشان في الاخر نطلع بالنموذج اللي احنا نقدر ان احنا نعمله ويكون هو ده فعلا الحل المقترح لمشكله الفقر. ما تدينيش سمكه علمني ازاي اصطاد، يعني عايزه حاجه دائمه وفيها استمراريه اكتر. بالظبط بالظبط. فمن هنا جت الفكره ان احنا في شهر رمضان بتاع السنه اللي فاتت سنه 2015 ان احنا نجمع اكبر قدر من التبرعات علشان نعمل وننفذ اكبر عدد من المشروعات الصغيره في مصر. وبدانا في شهر رمضان، وكان التحدي الاولاني اللي موجود قدامنا في رمضان اللي فات ان انت بقى حضرتك ازاي تسوقي الفكره ان انت بدل ما تدفع تبرعاتك وصدقاتك وزكاه مالك في حاجات بتخلص وحاجات هيجي عليها وقت وما تبقاش موجوده والاسره ترجع تاني فقيره، ازاي ان انت تدفع الكلام دوت في مشروع صغير قيمته 10,000 جنيه يحيي ويغني اسره عن السؤال، بل ان انت بتدي للاسره ديت الفرصه ان هو يكفل اسره تانيه كانت محتاجه زيه وكان هو زيها في وقت من الاوقات. وده اللي هقول لحضرتك بالامثله ان شاء الله. وقدرنا ان احنا في شهر رمضان كل شباب صناع الحياه في 15 محافظه كانوا بينحطوا في الصغر وشغالين ومفيش حاجه قدامهم غير التنميه. انتوا عددكم قد ايه يا دكتور تاني؟ يعني احنا عدد متطوعين صناع الحياه اللي موجودين في محافظات مصر حوالي 3000 متطوع اللي اشتغل في حمله الف حياه جمع التبرعات، وان احنا كل المتطوعين بلا استثناء رغم كل الظروف كانوا شغالين، هدفهم ان احنا بلدنا دي تكون في تقدم. يعني انا يذكرني دلوقتي كلام الشاعر اللي بيقول: ولم اجد الانسان الا ابن سعيه، فمن كان اسعى كان للمجد اجدرا، وبالهمه العلياء يرقى الى العلا، فمن كان ارقى همه كان اظهرا، ولم يتاخر من يريد تقدما، ولم يتقدم من يريد تاخرا. فكل الشباب هم شغالين كان هدفهم ان البلد دي تكون في تقدم، علشان كده بمساعده كل الطوائف المجتمع وبتصريح جمع مال من وزاره التضامن الاجتماعي. لسه انا كنت هسالك حالا على السؤال ده، اعرف ان جمع التبرعات لازم يتم بشكل قانوني. بالظبط، وهو ده يعني ده احد الدروس المستفاده من الف حياه، التعاون والتكاتف الرهيب اللي كان ما بين كل طوائف المجتمع وما بين مؤسسات الدوله. احنا ما كناش هنقدر ان احنا نجمع التبرعات الا بتصريح جمع مال من وزاره التضامن الاجتماعي، والحمد لله قدرنا ان احنا كل الشباب ينتشروا ويستثمروا الفرصه ديت، وانتشرنا في كل محافظات مصر، تعاملنا مع كل طوائف المجتمع علشان نجمع في شهر رمضان الماضي 6 مليون جنيه، ويبدا الحلم يترسم قدامنا ان احنا ننفذ في 8 شهور 600 مشروع صغير ل 600 اسره فقيره يبداوا حياه جديده من العمل والكد والعطاء. جزئين بقى عايزه اتكلم فيهم اكتر، بس نشوف الصور الموجوده معانا دلوقتي. طبعا دي يعني المشروعات. ايوه، احكي لنا بس عنها. دي احنا طبعا احنا الخطوات اللي احنا مر بيها المشروع كانت خطوات متعدده. اول ما الفلوس بقت موجوده معانا والتبرعات بقت موجوده معانا، ظهر قدامنا التحدي الثاني. ايه هو التحدي الثاني؟ تحدي ان احنا نرد الامانه ديت، امانه المتبرعين للاسر
وان احنا ما نختارش اي اسره وخلاص، لا، ان احنا نتاكد فعلا ان الامانه دي توصل لمستحقيها وتوصل فعلا للناس اللي هي هتقدر تكبر المشروع وان هي هتقدر تنجحه في الاخر. هم 23 مليون عايزين 600 منهم، 600 دولت يكونوا اول بذره واول نموذج يكون قدوه لكل الاسر اللي هيجوا بعد كده. صحيح. طب الشروط اللي المفروض ان هي تكون موجوده في الاسر او في الاشخاص اللي بتختارهم هي ايه؟ احنا طبعا بدانا في الف حياه تنفيذ المشروعات، بدانا ان احنا بقى نشتغل، فكوننا الاول الهيكل التنفيذي كله من الشباب، بدانا ان احنا ننتشر في 400 قريه من قرى مصر كلها، نزلنا وما كناش احنا بنلف على البيوت بنفسنا، لا، ده احنا كان معروف ان احنا موجودين في قرية معينة وكنا بندور على الاسر اللي هي عندها استعداد ان هي تقوم من مكانها وتشتغل، تقوم من مكانها ويكون عندها دافع ان هي تحرك نفسها وان هي تدخل مصدر دخل لاولادها والاسرتها وان هي ما تستناش حد يجي يديها حاجة، ده هي بس مجرد ان هي عايزة حد يمدلها ديها، هي تدوها بذرة وهي تساعد نفسها وتبني عليها. وبالفعل الاسر ما كانتش مصدقة ان في حد بيمدلهم ايديهم وعايزينهم ان هم يكونوا على بداية الطريق. فالحمد لله انتشرنا في 400 قرية، كانوا الاسر بيجوا لحد عندنا يكتبوا الطلبات بتاعة المشروع، وإحنا بقى كنا بعديها نمر بمراحل عديدة من الأبحاث ومتابعة الأبحاث ديت ومراجعتها، وبعد كده نعتمدها، وبعد كده نطلب تحليل مخدرات علشان نتأكد أن الأسرة ديت رب الأسرة أو اللي هيكون قائم بالمشروع لا يتعاطي المخدرات، ما فيش أي مشكلة جنائية عليه. إيه العربيات دي دكتور؟ هي المشاريع اللي اتنفذت هي 80% من إحنا نفذنا 600 مشروع، 80% من المشروعات ريسيكلات و20% من المشروعات مشروعات أخرى متعددة، مواشي وأغنام ورياشة فراخ وخياطة وما إلى ذلك. لأن احنا برضو أحد الخطوات اللي احنا مرينا بيها أثناء تنفيذ المشروع أن احنا عملنا دراسة سوق، لإيه المشروع اللي هيكون ربحه عالي، إيه المشروع اللي هيكون سهل تسويقه داخل القرية والعشوائيات، إيه المشروع اللي رب الأسرة هيقدر ان هو يتعامل معاه ككتله واحده، ايه المشروع اللي معدل اهلاكه هيكون اقل، ايه المشروع اللي ربحه هيكون عالي بالظبط. وكل دوت في الاخر في اطار ان احنا نرد الامانه بتاعه المتبرعين ديت لمستحقيها، وان احنا فعلا نضرب نموذج ان تبرعك في مشروع صغير هيكون افيد وهيكون استثمار للصدقه. يعني احنا دايما واخدين ان انت تدفع صدقه، بس عمرنا ما فكرنا ان انت ازاي تستثمر الصدقه ديت مستقبلا، فهو ده استثمار الصدقه. عايز اقول لحضرتك ان احنا برضو يعني ما نفذناش المشروعات وخلاص، ده احنا نفذنا المشروعات وبدات معانا خطوه جديده، خطوه المتابعه الاقتصاديه. فهي في خطوه المتابعه الاقتصاديه ديت احنا عندنا يعني حضرتك الصوره ديت يعني فرحه الاهالي يعني طبعاً. وفرحه الناس ديت لما بيلاقوا حد يمد لهم ايديهم. يعني عايز اقول لحضرتك ان من ضمن الامثله الست ناديه، ست ناديه ديت من محافظه الاليوبيه، ايوه، دي كانت شغاله مع والدها، والدتها كانوا شغالين برضو على التريسيكل قبل ما يتوفوا، وخدت رخصه ساعه ما كانت شغاله معاهم، كانت شغاله في روبابيكيا وكانت معاها رخصه وكان معاها زوجها واولادها، زوجها تعب وهي اللي بدات تصرف على اولادها واولادها كلهم صغيرين. لما طلب المشروع جه عندها في القريه راحت هي بنفسها بتقول انا عايز اخد تريسيكل، يعني حضرتك واحده ست بتقول انا عايز اخد تريسيكل، فاحنا بنسالها اسئله نختبرها بيها، نقول لها لا اقعدي في البيت ونديكي 500 جنيه، قالت لا انا عايز اشتغل انا بنفسي وعايز ان انا ما مدش ايد لحد وعايز ان انا اغني اولادي بنفسي. وبالفعل خدت التريسيكل وربح الاسره لحد دلوقتي 3000 جنيه. يعني حضرتك في الصور هتلاقي ان في اب استلم التريسيكل وابنه احمد، فاحمد ده طفل صغير من كتر فرحه تسليم المشروعات بيقول لوالده هو التريسيكل ده خلاص بقى بتاعنا، من كتر ان هو حاسس ان فعلا هيبقى فيه امان، حياه جديده ومستقبل جديد بالزبط. ودخل مختلف وامان بالزبط. يعني في الاخر اللي اديته لهم ده امان اكتر من ان هي اي مساعده عاديه. طب انا عايز اعرف يعني انت بتقول بعد كده الموضوع ما بيقفش عند تسليمهم، لا بتتابعوهم بالظبط مظبوط حضرتك. طب المتابعه دي كل الحالات فيها شفتوها كانت حالات ناجحه؟ هو المتابعه الاقتصاديه احنا عندنا المتابعه، احنا سلمنا المشروع بنتابعه اقتصاديا لمده 3 شهور. الثلاث شهور دولت كل شهر منه ليه هدف، وكل شهر منه بيتابعه متطوع مجتهد شاب بيكون في الكليه في الثانويه في مرحله الشباب. الشهر الاولاني هدفنا منه ان احنا نبني علاقه جيده مع الاسره وان احنا نزرع فيهم قيمه الادخار وعدم الاسراف، وبنعلمهم حاجه جميله جدا، بنعلمهم ايه؟ ان انت كل يوم حوش 100 جنيه، كل يوم حوش 10 جنيه انا اسف، وال10 جنيه دي في اخر الشهر بتكون من 100 ل 150 جنيه، ف100 اسره من ال 600 اخر الشهر بيجيبوا 10000 جنيه، 8 تريسيكل جديد لاسره جديده يبداوا بيه حياه جديده.
فالدايره بتدور والعجله بتفضل ان هي تحرك بعضي. فده اول شهر هدفنا منه ان احنا نزرع معاه القيم، ان احنا نبدا معاه علاقه كويسه، ان هو يبدا ان هو يثق فينا، ان هو يعرف ان احنا بنتابعه علشان عايزين مصلحته، مش ان احنا بندور المشروع كده وخلاص. تاني شهر هدفنا منه ان احنا نضمن ربح ثابت للمشروع، وان الاسره ديت هنضمن بيها ان الربح بتاعها هيكون في ازدياد. علشان كده احنا ربح المشاريع الحد الادنى 1500 جنيه، وفي مشروعات وصل بيها الارباح ل 3000 و4000 جنيه شهريا بعد ما كان بيدخل لهم 100 او 200 جنيه. والحمد لله نسبه الارباح في المشاريع وصلت ل 35% من راس المال. فده الهدف الثاني اللي احنا بنحققه في الشهر الثاني، نضمن ارباح ثابته للمشروعات الصغيره ديت. الهدف الثالث ان احنا بقى نكبر المشروع. انت خلاص بقيت بتدخر وبقيت بتساعد اسره ثانيه بالظبط، وبقى عندك ارباح ثابته، عايزين بقى نكبر المشروع ده. فلو انت كنت بتشتغل الصبح اشتغل بالليل، ولو انت كنت شغال بتنقل حاجات بالتريسيكل الصبح، بالليل التريسيكل ده بيبقى عليه خضار، بيبقى عليه ملابس، بيبقى عليه مشاريع اخرى استخدمه كمان بشكل تاني بالظبط، والمشروع بيبقى مشروعين، وتبقى المتابعه هنا مكمله. علشان كده 60% من الاسر ده بقى ليهم دخل ثابت، الدخل الثابت دوت من 1500 جنيه ل 4000 جنيه. ومن هنا بقى بدأت تظهر المبادرات. يعني احنا كنا مقدمين مقترح 1000 حياة دوت، ان احنا عايزين نحل مشكلة الفقر في مصر بشكل مبسط، وان احنا نغير في الانسان نفسه. حالات 1000 حياة خلقت لنا افكار اخرى وطموحنا عالي فيها ان احنا نحل مشاكل تانية في محافظات تانية. يعني على سبيل المثال كان من ضمن ال 15 محافظة محافظة الشرقية. محافظة الشرقية ثالث اكبر محافظة من حيث وجود القمامة، وبالاخص في مركز منيا القمح. حضرتك القمامه في مركز منيا القمح شبه البيوت، يعني هي من كتر تكدس القمامه فهي بيت بالظبط. فاحنا ازاي نعمل الموضوع دوت؟ حضرتك نعمل الموضوع دوت بان احنا عندنا في الشرقيه في مركز منيا القمح في 7 حالات من حالات 1000 حياه، وبالتعاون مع محافظه الشرقيه بقى في شركه نظافه. شركه النظافه ديت اللي بيشغلها حالات 1000 حياه، بيلفوا على البيوت باشتراك شهري ثابت من البيوت، وبيشيلوا القمامه ديت وينقلوها في المستودع اللي هيعمل اعاده تدوير للزباله ديت. وبنبدا ان هو ياخد مرتب من شركه النظافه ديت، وزائد ان هو طول اليوم بقى مكمل بشغله الحر اللي هو شغال فيه، ونحل ونقدم مقترح صغير وسهل وبسيط لحل مشكله موجوده في ثالث اكبر محافظه في مصر من حيث وجود القناة. مش مشكلته فقط كمان كمواطن، انتوا يعني الحاله العامه نفسها بتحاولوا ان انتوا تغيروا فيها اكتر بالزبط. طب 1000 حياه كانت او بدات رمضان 2015، رمضان 2016 يعني خططكم عامله ازاي؟ يعني احنا طبعا حضرتك، يعني احنا 1000 حياه دي كانت فكره، والفكره ديت ما قامتش غير بجهد كل الطوائف المجتمع وبكل الشباب وبكل صغار وكبار المتبرعين ومؤسسات الدوله اللي ساعدتنا كتير في ان احنا نحقق الهدف دوت. احنا طموحنا عالي وحلمنا بقى اكبر واوسع، زي ما احنا قدرنا ان احنا في رمضان اللي فات نجيب 6 مليون جنيه علشان ننفذ 600 مشروع. فمن خلال حضرتك ومن خلال برنامج حضرتك النهارده باطلق حمله رزق حلال. رزق حلال حلم جديد مرسوم لينا في رمضان الجاي، ان احنا نجمع 20 مليون جنيه علشان ننفذ 2000 مشروع صغير ل 2000 اسره فقيره يبداوا حياتهم من الكد والعطاء، ويكونوا زي ال 600 اسره والعجله معانا بتدور. فده نداء يعني لكل الشباب ولكل طوائف المجتمع المصري، محدش يعني عنده عذر، ان احنا عايزين العجله تدور وعايزين بلدنا تكون في تقدم وعندنا نماذج حيه. اي متطوع حابب ان هو يشتغل معانا في صمار حياه ويشتغل معانا في حمله رزق حلال، الارقام 16563، واحنا يعني التبرعات كلها على في كل البنوك 3 9 3 8. فهيبقى شيء رائع جدا ان احنا نرجع ونشتغل ونجيب في رمضان الجاي 20 مليون جنيه علشان ننفذ 2000 مشروع صغير ل 2000 اسره فقيره يبداوا حياتهم الجديده. شايف ان احنا قادرين، بعيد عن حكومه، بعيد عن مؤسسات الدوله، بعيد عن الجهات المعنيه عموما، ان احنا كشباب نحل بعض المشاكل والازمات اللي بتمر بيها مصر؟ يعني هو انا دايما يعني بؤمن بالجمله ان لا شباب الا بالشباب. فلا شباب دي يعني اللي مقصود بها ان مصر دي مش هتكون شابه ومش هتكون جميله الا لو الشباب هم اللي اشتغلوا وهم اللي حركوا الدايره وهم اللي كانوا العنصر المحرك والترس الاساسي في حركه الوطن. وده بالفعل اللي حصل. يعني حضرتك احنا ايه الدروس المستفاده من مشروع 1000 حياه؟ احد الدروس المستفاده رياده الاعمال اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي نظريا، بس عمليا هي بتطبق داخل مشروع 1000 حياه. التوجه اللي كل الدول المتقدمه واخداه في موضوع رياده الاعمال، لما يكون متطوع في الثانويه العامه او في اولى كليه بيبدا يسمع يعني ايه مشروع، ويعني ايه ادير المشروع، ويعني ايه راس مال ثابت، ويعني ايه راس مال متغير، ويعني ايه ادخار،
ويعني ايه ان انا ازود ربح المشروع بنسبه 35% من راس المال. لما يسمع الكلام ده يبدا هو كمان زي ما احيا اسره هو عايز كمان يحيي حياته، فيبدا هو كمان يبني نفسه علشان يبني بقيه الشباب اللي حواليه وبالتالي يبني المجتمع. فاحنا مؤمنين جدا ان احنا مش هنقدر ان احنا ننجح في تنفيذ حمله رزق حلال الا بجهود كل الشباب. لو كان شغال في رمضان اللي فات 3 او 4000 متطوع من الشباب، احنا السنه دي عايزينهم يكونوا 10000. لو احنا جبنا 6 مليون السنه دي عايزين نجيب 20 مليون. لو احنا نفذنا 600 مشروع صغير السنه دي عايزين ننفذ 2000 مشروع صغير، علشان في الاخر هم 23 مليون مصري. فاحنا يعني بننسل بس رقم كبير عدد جدا من العدد الكبير دوت، وبنقدم لهم حاجه يقدروا من خلالها ان هم يبداوا بيها حياتهم. الدرس المستفاد الثاني من الف حياه موضوع التعاون والتكاتف. ان احنا في الاخر ما كناش هنقدر نعمل الموضوع دوت لولا تعاون كل الطوائف وكل مؤسسات الدوله. حفلات الف حياه اللي كانت موجوده في الصور دي حضرتك، في منها محافظ بني سويف وهو بيسلم التريسيكلات ومديرين الامن ووكلاء الوزارات. فالحفلات دي ما بتتمش الا وكان بيبقى يوم في حب مصر، يوم ظاهر في القاعه الشعب الفقراء والدوله ومؤسسات المجتمع المدني. وكنا احنا دايما بناخد ان ما فيش اي دوله هتقدر تقوم على رجليها الا لما يكون في مثلث متساوي الاضلاع. الضلع الاولاني اسمه المجتمع، والضلع الثاني اسمه مؤسسات المجتمع المدني، والضلع الثالث اسمه الحكومه او الدوله. أيوة. وكان بيبقى يوم رائع جدا بنسترجع منه القصه بتاعه الاب اللي كان بيعلم اولاده خد عصايه واحده فكانوا يقدروا يكسروها، لكن لما مجموعه من العصيان ما كانوش بيقدروا مجموعه من العصيان دي. طيب دكتور احمد، انا يعني بتمنى لكم بجد التوفيق فعلا، وبتمنى الاستمراريه لالف حياه، وبتمنى توفيق كمان ونجاح المشروع الجديد رزق حلال. انتوا فعلا بتعملوا مجهود كبير جدا وبتساعدوا ناس وبتفتحوا بيوت وتخلوا الناس تقدر تقف على رجليها، مش مجرد ان انتوا تقدموا خدمه وتسيبوهم وتمشي بعد كده. فبشكرك جدا ضيفي دكتور احمد مجدي محمد المتحدث الرسمي لمبادره الف حياه، بشكرك لوجودك معنا النهارده. مشاهدينا لسه مستمرين معاكم، بعد الفاصل اللي جاي هنكمل فقراتنا في نهارك سعيد.